أن الخليفة الثاني بايع عليا في يوم الغدير مما لا مجال لإنكار ذلك. وبعد ذلك هسه لماذا خالف تلك البيعات له حديث آخر. ننتهي من هذه القضية ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرناؤوط المجلد 30 صفحة 430. الرواية ألست تعلمون أني أولى بالمؤمن؟ رقم الحديث 18479. قال بلى. فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. خلوا ذهنكم جيدا يا أمي. هاي الرواية يعبر عنها التفتوا صحيح لغيره. يعني ماذا؟ يعني حسنة لذاتها. التفتوا. بس هذه الرواية هو يقيمها. قد يقول المشاهد لماذا؟ لأنه فيها ذيل. قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا يا ابن أبي, أبي يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. سؤال: ما معنى مولى هنا أيها المشاهد؟ ما معنى المحبة؟ إن كانت المحبة والنصرة هل أن عليا في يوم الغدير صار موردا للمحبة والنصرة أم كان في قبل ذلك أيضا كذلك؟ في آية المودة ألم يقل رسول الله في حقك في حقه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ ألم يقل من أحبك فقد أحبني، من أبغضك فقد أبغضني، من سبك فقد سبني؟ هذن كلها لم يكن سمع بها عمر بن الخطاب. ألستم تقولون أنه كان مجاورا لرسول الله؟ أنتم بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن عمر إلى ذاك اليوم لم يكن يحب عليا ولم يكن ينصر عليا، ماذا أقول؟ كان معاديا له. وإما أن تقولوا أن المراد من المولى ما هو؟ الولاء. ما حدث في ذلك الآن حدث شيء جديد لم يكن ماذا؟ قبل ذلك. قبل ذلك. وإلا لو أريد به معنى، وهذا إن شاء الله ما أسبق البحث، هذا سيأتي أين؟ في المعنى. سيأتي في بحث المضمون وفقه هذا الحديث المبارك الأساسي. أعزائي، فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد ماذا؟ بعد هذا الحديث. يعني كانت المحبة موجودة، النصرة موجودة، ولكن الأمارة السياسية ماذا؟ إذا قد يقول لي قائل، قد يقول قائل، والواقع إنسان يستغرب من بعض كلماتهم التي يسمعها هنا وهناك، يخرجون يقولون كيف يكون إماما ورسول الله حي؟ أي بشر صدر الرواية تقول بأنه كان في كذا وأنه دا يتكلم عما بعده، مو دا يتكلم عن ماذا؟ سمعت السيد، أنا أضحك إلى هذا التعبير، أي بشر واقعا بشر. وإلا يا أخي لهم حظ من الإنسان، الإنسان الذي لا يحترم الحقيقة واقعا يستحق الإنسانية أو لا يستحق الإنسانية. الله يعلم أنا أحترم ذلك الإنسان الذي يحترم عقله ويحترم الحقيقة أينما وجدت. أنا لا يهمني الآن الذي يسمعني يقبل بما أقول أو لا يقبل، ولكنه أريد أن يحترم عقله ويحترم الحقيقة. هذه أعزائي انظر، يقول صحيح لغيره. عزيزي، ما هو الصحيح لغيره؟ قرأت لكم قبل قليل، التفتوا لي عزيزي، ما هو الصحيح لغيره؟ قال الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. يعني طرق حديث أن الخليفة الثاني بايع عليا في يوم الغدير مما لا مجال لإنكار ذلك. وبعد ذلك هسه لماذا خالف تلك البيعة له حديث آخر. وماذا يقول ابن تيمية حول لا أعلم، وقعا أنا أمامكم قرأت ماذا ماذا يوجد. أنا الآن كلامي مع مسند الإمام أحمد الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بأن أولا نقلها مسند أحمد، إذن الشيخ ابن تيمية لابد أن يقبل هذا الحديث، وثانيا أن علامة شعيب الأرناؤوط قال ماذا؟ قال صحيح لغيره. إذن حسنة إذا تعددت ماذا؟ طرقها. فإذا علي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بايع عليا، بايع عليا، هسه بايعه حقا وواقعا أو بايعه ظاهرا فله بحث آخر. المهم لابد أن نعرف هذه اعتقادات مدرسة، التزم بالبيعة، التزم بالبيعة ظاهرا أو واقعا أو ظاهرا وواقعا، المهم التزم بها. أما لماذا خالفها بعد ذلك؟ هذا هو حديثنا نحن. هذا يعني هذا بحثنا احنا، بحثنا آخر. آخر، ولكن أريد أن أبين أن هذه حقيقة موجودة في كتب القوم. لماذا تنكرون هذه الحقائق؟ جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى فضائل الصحابة. لمن؟ فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. أعزائي ما أطيل على الأعز لأنه الوقت بدأ يتداركني. فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل تحقيق وصي الله بن محمد عباس المجلد الثاني في صفحة 848 من الكتاب في رقم الحديث 1167.
قال حدثنا فلان جمع علي الناس في الرحبة إلى أن قال فقام ناس فشهدوا حين قال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. انظروا ماذا يقول محقق الكتاب، رقم الحديث 1167 إسناده صحيح. إذن لا يقول قائل سيدنا فضائل الصحابة ليس كل أحاديثه صحيحة، بل فيه ضعيفة، بل فيه مرسل. المهم هذه ليست لا من المرسلات ولا من الضعف. وكذلك عزيزي في الجزء الثاني في 1042 رقم الحديث نفسه قال هذا مولى من أنا مولاه، أنا لا أعلم والله، يعني بأي لغة يتكلم رسول الله بعد ذلك. وبعد ذلك يقولون لماذا لم يأتي بتصريح أنا لا أعلم بأي لغة، وهو وحي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، إسناده حسن لغيره. إذن الحديث أيضا له طرق متعددة.